شرق وغرب عقل وقلب ارحبوا هلا فيكم ارحبوا حبايبي اليوم رجعت لكم بفيديو جديد وبفلوق جديد مع فكرة جديدة السوس السدرة معنا وجاي خصوصي من السويد لانه انا وياها لاول مرة بحياتنا رايحين نحضر كأس العالم طبعا حطيتها تمارين تحت الامر الواقع الامر الواقع طلعنا من دبي يعني حتاخذيني معك خطر يعني ما بعرف الاحاسيس والمشاعر اللي جواتي اليوم حاسه كثير عم اتاثر لانه بعرف انه بعد سنين من اليوم رح نحضر هذا الفيديو ورح نقول انه نحن على كأس العالم مثل ما شايفين اكيد مبين نحن مين الفرق اللي مشجعين الارجنتين والمغرب انا مالي عامله بس انه قلت يلا بس انت معي اول شيء قبل كل شيء فكره انه المغرب وصلت لنصف النهائي يعني مستحيل وحنا مستمعين صراحه بكينا نحن بالبيت بكينا شعور كان كثير غريب بس اليوم تحمست له وان شاء الله يا رب المغرب بتفوز هلا حنروح وقبل ما نروح بدي اقول حطوا لايك اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس حتى ما تفوتوا كل الفيديوهات عم ننشرها يلا جرى اخر مره قبل ما نبلش يلا 1 2 3 شرق وغرب عقل وقلب ارحبوا وصلنا لقطر انا وام السوس عم نتجهز الحين هلا على المباراه الساعه حاليا 7 والمباراه ان شاء الله على الساعه 11 وطبعا لازم نروح نشتري لسيدرا روزة ارجنتين لانه بدبي ما كان في ابدا فبس لقينا هي عملت ميك اب وهلا حنرسم شغلات على وشنا هون عنا الوان وشغلات جايبينها لمباراه المغرب بكره اللي هي الاحمر والاخضر علمه للارجنتين يلا اوكي جايز انا وام السوس جهزنا متحمسين كثير متحمسين ورسمنا هالاعلام على وشنا مش بقول كل شيء على الارجنتين يا رب ميسي واو متحمسه؟ بدك بلوزه؟ نحن قدام الملعب هون احمد ربي حط علم منيح رسمنا اعلام وحركات مبين ابوي ارجنتيني وجدي من بوينس ايرس توقعاتي لمباراة اليوم 2-1 للأرجنتين انت شو بتقولي اذا بتجيبيها صح بشتري لك شنطة جوتشي والله انا بقول المباراة لسه مكملة خلوني اعطيكم الابديت سو انا قلت النتيجة حتكون 2-1 للارجنتين لحد هاي اللحظة الدقيقة 56 النتيجة 2-0 الاجواء يلا الثالثة شربك يلا كفو عليكم يا نوار بيرفعوا الضغط ما بتلبق لهم الطابة ولا بيلبق لهم يكونوا بالملاعب ما عليكم هدول الكرواتيين كثير مستفزين ما بينعطوا وش ان شاء الله يكون حدا كرواتي انه يفهم عربي لا ميسي يلا صار في ضربات جزاء وحدة جول ثاني الفارس عمره ان شاء الله عليكي مين هاد الفارس
جايز سحبوا يضيفوا على المباراة خمس دقائق، ما بعرف شو الغاية منه يعني، اوريدي 3-0 يعني، شو بدهم يعملوا الدور الكرواتية؟ حاسة حالي ما عندي روح رياضية ابدا، بس بعتذر. جايز فازت المباراة، الارجنتين فازت. اوكي جايز، سو وصلنا على الملعب ومتأخرين انا وسيدرا لانه كتير زحمة اليوم اكتر من امبارح، و اجينا على الملعب اللي صورنا فيه هايد اند سيك مع اسامة. بتذكر انت ما كنتي؟ شريك كانت صح. امبارح كنا عم ندور تيشيرت لسيدرا الارجنتين، اليوم انا وسيدرا ما عندنا شيء نلبسه، سو ان شاء الله نحاول نلاقي او نشتري شيء من جوا. جايز هون الملعب، ليك يلا سيدرا. كاس العالم بيصير مرة كل 4 سنين، يعني ما فيكم بالشوط الاول، ان شاء الله فيهم المغرب يدخلوا. شو بتتوقع نتيجه اليوم؟ اذا بتحذري نتيجه المباراه اليوم انك شنتايه جوتشي. 2-1 للمغرب. خلص الشوط الأول، لسه النتيجة 1-0 لفرنسا. هدول الفرنساوية ما ريحونا أبدا. ورجينا ناخذ أكل، مسكي فيني سدرا أنت مثل بنتي، يلا تعي. وراجعين هلا على المقاعد قبل ما يبلش الشوط الثاني. ليتس جو. الله الله الله. اعصابنا تعبت، كل مرة بنقول بده يدخل جول ما في جول ولا شيء. مغرب اولي 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 اولي، مغرب مغرب. جايز في ركنية لفرنسا، الحمد لله. الجول الثاني يا جماعة، الجول الثاني. وشنا نحس؟ تروح علينا قدامنا.
جماعة انسوا الخسارة على طرف، صح حارسها انخسر بس كسب قلبي يرحمه. اوكي يا جماعة خلصت المباراة لصالح فرنسا، راجعين هلا على الاوتيل حتى نضب اغراضنا ونروح على دبي. بس حابة اقول لكل حدا مغربي عم يحضر وللشعب المغربي كلياته انه كثير فخورين فيكم. اللي بدي اقوله انه نحن كلياتنا كثير فخورين فيكم ورفعتوا راس العرب كلياتهم، الشيء اللي عملتوه ما حدا عامله من قبل. وعدا عن هيك انتبهي صدره بلا ما ننعفس. كمان المباراة كانت كتير حلوة ولعبهم كان كتير حلو، وبس بنحبكم كتير وإن شاء الله يا رب بعد 4 سنين الكأس بكون لإلي.